الآن السيد السوداني بين نارين. أولا وثيقة الاتفاق الحكومي التي من المفروض أن يكون ملزما بها، وبين التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة المالية وأصبحت من الأمور الثابتة. السوداني هنا سيكون مع من؟ ما يقدر السوداني يكون مع أي أحد إلا مع الإطار، لأنه الآن بدأ التحرك، حتى انتقادات واسعة. المالك يسمع ماذا يتحدث، يقول الحكومة احنا سويناها لكن راح نحاسبها إذا ما مشت بالطريق اللي نريده. قيس الخزعلي شايف تصريحاته وتوجهات الإعلام اللي يديروه، واضح جدا أنه خليه باتجاه مساحة ضيقة جدا من التحرك. أولا القرار مو بيد، القرار صار في البرلمان تعرف جنابك، إلا إذا يعقد جلسة لمجلس الوزراء ويقول يا بهاي الموازنة خلا رجحها حتى يعيدوا صياغتها، وهذا ما راح يسمحوا له به. الآن القصة خرجت من إطار السوداني، ذهبت إلى إطار البرلمان. البرلمان فيه مشكلة أخرى الحقيقة، أنه رئيس البرلمان يعني كأنما شايف اللي يهرب إلى الأمام، يهرب إلى الأمام لأنه عندنا مشكلتين. إذا مشى الموازنة هو عنده خبر أكيد أنه سوف يتم إخراجه من رئاسة البرلمان بعد الموازنة، وإذا بقى بهذا الشكل الحقيقة يعني معلق الأمور وما يعقد جلسة. لذلك انطوا انذار يوم أمس بأنه تعال أخذ جلسة حتى نمر الموازنة. إذا مرت الموازنة بهذا الشكل اللي أنا دا أقول لك إياه، طبعا الكرد بالتأكيد سوف يكون عندهم موقف سياسي يتعلق أولا بحكومة السوداني، والثاني موقفهم من العملية السياسية، لأنه راح يصير أضرار أستاذ نجم كبير. هسه هو بنوا على غلط، العلاقات المالية غلط كانت منذ 20 عام، الآن جاء وقت دفع الحساب. نعم خطأ، هذا صار ورم كبير، انفجر الآن الورم. ومرة أخرى أقول لك أكثر ما يهدد الإقليم الحقيقة هو علاقته بالشركات العاملة النفطية أستاذ نجم. هذه الشركات في استحقاقاتها، والعراق لا يعطيها، يعني إذا صارت سلطة سومو على النفط في إقليم كردستان هذا الموضوع حسبته المحكمة الاتحادية وأعطت به قرار. نعم هذا اي نعم، يعني ما عنده سلطة للإقليم انه ياخذ بعد دولارات ويعطي للشركات. فهي الشركات راح تعرف شنو اتفاقها، ولكن اتفاقها واضح انه ممكن زين تصادر حتى. فاقول الان السوداني، سؤالك، السوداني لا يملك اي سلطة الحقيقة على تغيير المسار. واذا تقول لي مو اتفاق، اقول لك الجماعة ما يحترمون اي اتفاق. واروح ارجع بالذاكرة الى اتفاق اربيل عام 2010 تذكر جنابك، اللي شكلوا به ولاية المالك الثانية. نعم 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 نعم، بعد أشهر وراها سبب صارت كل المشاكل، وحتى طلع داعش من وراء هذه الخلافات اللي صارت في الجنابة. بعد أشهر قليلة من الاتفاق، شهرين انقلبوا، والآن نفس الشيء. ذاك اليوم سيد البرزاني ببغداد واتفق ويا هذا، ولا أسبوعين قبض الأمر. فهذا هكذا نظام سياسي مبني على الخديعة وعلى الالتفاف، ودون الانشغال بمصالح الشعب العراقي وتقديم الخدمات له، فقط شعارات وتقديس وما حد تقدر تحكي وياه. اليوم دفعوا الثمن خلاص، هذا الخطأ المتراكم نعم التاريخي يجب أن ينتهي. نعم.